السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن استخدام جوجل كلاس روم بطريقة احترافية، أو بمعنى آخر سنأخذ محاضرات الواحدة الأخرى للتكلم عن كيفية استخدامه من الألف إلى الياء إن شاء الله. بداية نعرف ما هي منصة جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم هي خدمة مجانية مقدمة من شركة جوجل، تتيح الفرصة للمدرسين الأساتذة أو أي المدراء بإدارة صف إلكتروني لغرض الاجتماعات والإعلانات وغير ذلك. يمكن الوصول إلى هذه المنصة ببساطة من خلال البحث في موقع جوجل بكتابة جوجل كلاس روم أو عن طريق الرابط الموضح أمامكم. هذا بالنسبة للدخول إلى جوجل كلاس روم باستخدام الحاسبة الشخصية أو الكمبيوتر. أما إذا أردنا استخدام جوجل كلاس روم عن طريق الهاتف الذكي أو عن طريق الأجهزة اللوحية المسماة بالتابلت، فيمكن من خلالها التنصيب فيمكن تنصيب برنامج جوجل كلاس روم، والذي يعمل على نظامين، الأندرويد أو نظام الآي أو إس بالنسبة لهواتف الآيفون. لكن نشير إلى نقطة مهمة، أن الخيارات الموجودة في الحاسبة تكون أكثر من الخيارات أو الخصائص الموجودة في تطبيقات الهاتف الذكي، ولهذا ننصح باستخدام الحاسبة الإلكترونية. بداية، بعدما عرفنا كيف نجد موقع جوجل كلاس روم، نوضح كيفية إنشاء صف إلكتروني. طبعا بعد الدخول الى بعد البحث عن جوجل كلاس روم والضغط على هذا الرابط الموضح امامكم، جوجل كلاس روم، ستظهر لنا نافذة شبيهة بنافذة الايميل المسمى بالجيميل. فكل ما هو مطلوب ان نكتب ايميل الخاص بنا سواء جيميل او الرسمي، لكن عند استخدام الايميل العادي المسمى بالجيميل فهذا يؤدي إلى تقليل الخصائص المتاحة. أما إذا استخدمت إيميل رسمي تابع لمؤسسة تعليمية فهذا يفسح للمجال للتمتع بصفات وخصائص أكثر، لذا ننصح باستخدام البريد الرسمي. بعد ذلك يطلب كلمة المرور للبريد، فبمجرد كتابتها والضغط على نيكست، بعد ما أكتب الإيميل وكلمة المرور ستظهر لي هذه النافذة خالية من أي صف. بالنسبة إلى الطالب ستظهر له هذه النافذة، والأستاذ أيضا ستظهر له هذه النافذة، لكن الاختلاف أين؟ الطالب والأستاذ يذهبون إلى هذا الزائد، علامة الزائد المشار إليه المحاطة بالمربع الأحمر. هذه الزائد بعد الضغط عليها ستظهر خيارين، create أو إنشاء صف، و join أي انضمام أو التحاق بصف. فبالنسبة للطالب يعمل join أو التحاق بالصف بعد أن يدخل الكود الخاص بهذا الصف. أما بالنسبة للمدرس والأستاذ فيعمل create أو إنشاء. بعد أن يضغط على المدرس أو الأستاذ على كلمة إنشاء ستظهر هذه النافذة. طبعا أنا حاولت أن أدخل من البريد العادي فظهرت لي هذه الرسالة. هنا أود لفت النظر إلى نقطة مهمة، وهي من ضمن الشروط التي يجب أن يوافق عليها الشخص عند إنشاء صف، هي هنا هذا المؤشر باللون الأحمر يقول ولا يمكن للطلاب استخدام جوجل كلاس روم في أي مؤسسة تعليمية باستخدام حساباتهم الشخصية. يعني مرات بعض الأحيان الطالب يدخل بإيميل عادي، جيميل عادي، وليس بإيميل رسمي. طبعا هو يستطيع أن يدخل إلى الصف، لكن ستحدث كثير من المشاكل، من ضمنها أول مشكلة، سيدخل الطالب وأنت لا تعرف هويته. يعني ربما تعطي له سعي وتعطي له درجات وتصلح واجباته، لكن هو ليس رسمي طالب عندك. الذي يحدد أن هذا الطالب رسمي أو لا هو بريده الشخصي، بريده الرسمي المزود له من قبل الجامعة. فالبريد الرسمي هو أسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا دخل الطالب بالإيميل العادي ففي بعض الأحيان عندما تنزل محاضرة أو تنزل واجب أو ما شابه سيرسل لك رسالة يطلب فيها قبول الوصول لهذا الملف، وبهذا
ستتكرر هذه الحالة بتكرر الواجبات وبتكرر الطلاب اللي داخلين بإميل عادي. ولذلك احنا ننصح ونشجع الطلاب الدخول للبريد الرسمي، هو أسلم طريقة. بعد هذا، بعد ما أوافق على هذا الشرح، تظهر هاي النافذة البسيطة. طبعا مجرد أنه أني مطلوب مني أن أكتب اسم الصف، اسم تعريفي لهذا الصف، اسم المادة اللي أدرس بها، أو اسم الدورة اللي أني مقيمها، أو اسم فد اسم معين بحيث يستدل به. أيضا ممكن وليس إجباري أن أضيف السكشن، القسم، المرحلة، الشعبة. ممكن أضيف الموضوع، الموضوع ممكن أضيف أي شيء، ممكن اسم الأستاذ على سبيل الفرض، أو ممكن موضوع الدرس هو نفسه. القاعة إن وجدت أيضا ممكن أكتب رقم القاعة، بالنسبة إذا كانت هناك محاضرات إلكترونية يقابلها محاضرات فيس تو فيس، أو يعني محاضرات داخل الجامعة، فممكن أن أكتب القاعة أيضا. هذا فيما يخص كيفية إنشاء صف. الآن نحن أنشأنا صف، لكن بعد إنشاء الصف سنتكلم عن ما سيظهر لنا في هذه الصفحة أو في هذا الصف الإلكتروني. بداية نتكلم عن ما يسمى بساحة المشاركات، وهي أبسط المواضيع الموجودة. ساحة المشاركات ما هي إلا مكان لعرض الإعلانات، عرض المحاضرات التي تحملها للطالب أو تضيفها للطلاب، الواجبات، لكن ستظهر بطريقة مبعثرة. أقصد مبعثرة أي مرتبة ترتيبا زمنيا تنازليا، عفوا، من الأحدث إلى الأقدم، ولكنها غير مرتبة أو مبوبة بشكل واجبات واحد، وبشكل مثلا محاضرات، بشكل محاضرات فيديوية واحد، غير مبوبة. فهذه الساحة ما هي إلا عرض تسلسل زمني للأحداث التي تنشرها أو للمواضيع التي تنشرها. طبعا ممكن أنه في بعض الأحيان أريد أن أبلغ الطلاب تبليغ معين أو أعلمهم بشيء معين، فممكن أكتبه في هذا المربع الموضح هنا أمامكم، هذا المستطيل عفوا الأحمر، أكتب أي إعلان، ومجرد أنه أضغط على تعيين أو جدول تعيين سينشر مباشرة. أما إذا أنقر على جدول زمني فممكن أنه أنشره لكن في وقت لاحق، سنتكلم عن هذا كثيرا. طبعا في بعض الأحيان أحتاج أن أبلغ الطلاب تبليغ معين، لكن أضيف معه ملف معين أو كتاب رسمي أو ما شابه، أرفق لهم هذا الشيء، فممكن أن يتم ذلك عن طريق الضغط على زر إضافة. هذا ما يخص ساحة المشاركات، وإن شاء الله سنتكلم في المحاضرات القادمة عن الواجب الدراسي وكيفية إعداد الواجبات والتقارير. إلى لقاء قادم إن شاء الله. تحياتي لكم جميعاً.